مرحبا بيك سي امين، كيف مرحبا عارفنا بروحك؟ امين حاج خليفه، مترشح لدائره مرسى رياض معتمديه المرسى. مشروعك الانتخابي؟ مشروعي الانتخابي لخصته في نقاط محدده بعيده عن الوعود الانتخابيه الوهميه اللي وليت باتين ده يستقبوا بها في المواطنين والناخبين، واللي هي ريالمون غير قابله للانجاز. انا حاولت اني نكون نمس مشاكل واقعيه نعيشوا فيها الناس الكل في حومنا. انا من حومتي عندي مشاكل، منها البنيه التحتيه المهترئه، كياساتنا تعبه، عندنا عباد ما عندهاش ماء في 2024 في المرسى، عندنا عديد مشاكل، عندنا الفضلات اللي مغرقتنا مرسى كامله، عندنا مشكله النقل، عندنا مشكله الصحه، عندنا مركز بريد جينا نطوروا فيه سكرناه، عندنا العديد من المشاكل. انا حاولت اني نركز عليها وتكون واقعيه اكثر من اني نستقطب العباد بحاجات انا بعد ما نجمش نلبيها. رؤيتك لتشجيع مشاركه الشباب؟ بالنسبه للشباب، الشباب التونسي صار له عزوف على الحياه السياسيه اون جينيرال. 13 سنه تعدي وما عندكش معناها ما تنجمش تكسب ثقه نتاع حتى سياسي. دونك ندعوهم انهم يشجعوا المسار هذايا، ان شاء الله سياسيين جدد، ان شاء الله ثقه جديده، وان شاء الله تونس خير. معناها عندك كلمه حره شنو تحب؟ كلمه حره، انا ندعو المواطنين الكل في تونس الكل يشاركوا بكثافه في الانتخابات هذه، على خاطر راهي الانتخابات هذه مهمه ليك انت في حومتك، هذه حاجه ليك انت، قوم انتخب، راهو واجب وحق وواجب. بالتوفيق. ميرسي بوكو عايش.